باسم فرنسا أن أجعل رؤيتي أكثر وضوحاً. من خلال مخاطبة جلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز، وأعيد تأكيد ذلك هنا أمامكم. بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر ومستقبل هذه المنطقة في إطار السيادة المغربية. الله غير تخلصوها غالية يا المراكة. درنا فيه وضع لا نحسد عليه، للأسف الشديد وضع لا نحسد عليه. C'est le fait que j'ai l'impression que le Maroc a la main aujourd'hui. Complètement. C'est-à-dire que c'est le Maroc qui dicte si, en effet, vous venez, mais la condition et impose ces conditions. Et là, on voit un changement quand même radical où ce pays aujourd'hui s'est assumé en tant que puissance économique, politique, diplomatique, qui a un rôle à jouer et qui impose ces conditions à d'autres comme la France. Et moi, j'y vois là, en fait, la sorte de voilà la conclusion de cela. C'est la plus, cela. Plus grande des mutations. Et bien sûr, et un autre irritant pour les Algériens, puisque l'irritant. السلام عليكم مشاهدي الكرام. خوت، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعترف رسميا أمام ممثلي الأمة المغربية البرلمان المغربي بمغربية الصحراء، وبأن المغرب له سيادته على الصحراء المغربية، بأن فرنسا تعترف بهذا الأمر بكونه هو الحقيقة يعني التاريخية، وبأن فرنسا غادي توقف مع المغرب يعني في المحافل الدولية باش أنها يعني تغلق هذا الملف ديال الصحراء المغربية، وإن شاء الله غادي ناخذوا حتى الصحراء الشرقية. الآن الخوت غادي نشوفوا العويل والبكاء اللي كاين على الجزائريين بعد الاعتراف الرسمي الفرنسي بمغربية الصحراء. الجزائر كاملة كتبكي، الإعلام كامل كيبكي بكاء ونويح، وغادي نشوفوا كذلك عمي تبون اللي هجر الجزائر في هذه الوقيته هذه ومشى عند دول يعني اللي حتى هي بقات يعني كتوبخ فيه ماذا تفعل في ملف الصحراء المغربيه. غادي نشوفوا هذا الفيديو، فيه يعني معلومات جد مهمه، ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم والبارطاج، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش توصلكم دائما الجديد. اذا نبداو على بركه الله بالخطاب التاريخي، ومن بعد نشوفوا الفيديوهات ديال بكاء الجزائريين. خليكم مع الرئيس الفرنسي. على المدى العقود الماضية، ظل المغرب وفرنسا شريكين وفيين لبعضهما البعض في الأوقات العصيبة، ولم يسبق لفرنسا أن خذلت المغرب في أي قضية وجودية واجهها. وأنا بالطبع أفكر أولا وقبل كل شيء في الصحراء المغربية التي أود باسم فرنسا أن أجعل رؤيتي أكثر وضوحا. من خلال مخاطبة جلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز، وأعيد تأكيد ذلك هنا أمامكم. بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر ومستقبل هذه المنطقة في إطار السيادة المغربية. عم الاخوان، كما شفتوا الروبورتاج، رئيس الفرنسي يعترف رسميا بمغربية الصحراء، وبانه غادي يوقف مع المغرب في جميع المحافل الدوليه باش انه يعني تغلق هذا الملف ديال الصحراء المغربيه. هذا الخبر هذا نزل يعني كصاعقه على قصر المراديه الجزائريين، اللي الان كيبكي وكيندبوا في الاعلام ديالهم. غادي نشوفوا الاخوان هذا الفيديو تاع ماكرون والبوس وحبابنا، وهذا لاميد الجيري وكذا كذا، ها وين ما دارها معنا لا فرنسوا ميتيرون ولا هولندا، هادو كاع اللي كنا نعتبروهم بلي اعداء وما مش ملاح وكذا كذا وما يحبوناش وما نحبوهمش، ما خدعوناش. اللي خدعنا شكون اللي نعلقوه؟ واش راك حبيبي؟ الله غير تخلصوها غاليه يا المراكة. نعم الخوت، كما شفتوا بان الاعلام كيبكي، جميع هذوك اللي كانوا كيقولوا المغرب والجزائر لا راه قوه ضاربه والجزائر ما عرفت شنو، اليوم خرجوا كيبكيو في الاعلام وكيقولوا بان المغرب دقدقنا المعركه صافي سالاو معانا، خسرنا الملايير على الصحراء يعني على البوليزاري وعلى ديك العصابه اللي شادين عندنا في تندوف بلا فايده. الان المغرب كيحقق يعني الجزائر كتعزل والمغرب كيدير علاقات كيدير اتفاقيات، وبان هذا الامر هذا خلى بان تبون يدخل في ازمه يعني ديال عصبيه اللي خلاته انه يمشي لمصر ويمشي لسلطنه عمان، ما عنده معاه حتى شي حاجه، فقط انه بغى يخرج من الجزائر، لان الخبر ديال الصاعقه ديال ان فرنسا رضخت الى المغرب واعترفت بمغربيه الصحراء ما قدش عليه. فنشوفوا الزيارات اللي مشى كيدير عبد المجيد تبون يحل بسلطنة عمان
ومسقط تشيد بالعلاقات التاريخية التي تربطها مع الجزائر. احنا ما ناش غبية، احنا عارفين ماذا. شوفوا القضية هذه الاخوان، الرئيس بون قبل ما يمشي لسلطنة عمان داز لمصر، شوفوا السيسي غادي يوبخو، بدا كأنه كيقول حقا احنا عارفين شنو كيوقع وداك الشيء علاش وهذه، والسيسي هو غادي يوبخو يقول ليه ادخل سوق راسك ما تبقاش تدخل في الدول. كلا اكبر توبيخة. شوفوا الخوت جري في المنطقة وما هي الرغبات نتاع البعض، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. ان شاء الله تجري الرياح تشتهي سفنهم ان شاء الله. دام راجل الزهرة دامعه وزير خارجية معناها هناك ليست زيارة للسياحة، هذه زيارة تتعلق بالطاقة. القاذوفيل راح يسربيوه ليهود ديركت عن طريق مصر. واخا الخوت قبل ما ندوزو لهاد، فعلا بان الان كاين كلام حقيقي ان داك الشعارات الرنانه اللي كان كيقول بان كذا وفلسطين وظالمين ومظلومه، اليوم هو مشى لمصر وما دار والو، فقط ان كيقول بان تقارير كتقول بان فعلا مشى باش يعتق اسرائيل من ازمه ديال الغاز. اسرائيل الان محاصره وعندها مشكل ديال الغاز، قالوا بانهم مشى يدوزوا عن طريق مصر، وبان داك الكلام اللي كيقول فقط شعارات. غادي نشوفوا بان شنقريها حتى هو مفقوس، واش دار؟ مشى يعني كيستقبل عاوتاني يعني جنرال ديال كوبا، تخيلوا ديال كوبا، يعني في حين بين المغرب الان مع اسبانيا مع فرنسا مع المانيا كلشي كيعترف ليه بالوحده الترابيه وكلشي كيدير معاه علاقات استراتيجيه واتفاقيات، دول الجيران ديالنا هما مشاو الان لدول، لان نبدوهم وعاقوا بهم الدول المحيطه، فمشاو لدول بعيده عليهم الاف كيلومترات، لكوبا لسلطنه عمان. نشوفوا شنقري حتى هو شكون استقبل، عاد نشوفوا السيسي فاش وبخ. إن العلاقات بين الجزائر وجمهورية كوبا متجذرة، تميزها روابط صداقة تاريخية ومساندة الشعوب المستضعفة ودعم القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضيتين الصحراء. الوضع اللي رانا فيه وضع لا نحسد عليه، للأسف الشديد وضع لا نحسد عليه. الرعد استعادة الاستقرار في المنطقة بشكل بعيد عن التدخل في شؤون الدول او محاوله التآمر او محاوله اسكاء الفتن. سمعتوا الاخوان؟ يعني تبون مشى كيقول حكا وحنا كنعرفوا وندعموا القضايا العادله مثل الصحراء مثل فلسطين مثل كذا، والسيسي هو يقول له اجمع راسك، قال له اول حاجه خصك تحترم انك ما تدخلش الشؤون ديال الدول، وبان يعني الفتنه ما ديرش الفتنه وما تحرضش يعني التقسيم ديال الدول. وبخوا امام العالم وامام كاميرات العالم، يعني السيسي حقيقه يعني تبون انا كيبان لي مسكين كيجبد عليه غير المشاكل، كيجبد غير المشاكل، انتصارات كيحققها المغرب وهو الان بدا زعما انه مشى عند الدول الشرقيه بحال مصر بحال هذا، فشدوه سبعوا فيه غير الشوط وضحكوا عليه العالم وقالوا ليه بان خصك تدخل فوق راسك. نشوفوا الاخوان الاعلام الفرنسي، الاعلام الفرنسي يعترف رسميا بالقوه ديال المملكه المغربيه وبان المغرب استطاع ارضاخ يعني دول عظمى مثل فرنسا، والان الرئيس الفرنسي جا يعني عند المغرب وكيطلب منه يعني كما كنقولوا السماحه وكيعترف ليه بالوحده الترابيه. شوفوا الاعلام الفرنسي، وعاد نرجعوا عند الجيران ونكملوا معاه من البكره، مازال نكيبكيو باقي عندنا فيديوهات ديال البكا والشكا. خليكم الخوت مع الاعلام. Un point très très important qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent, c'est le fait que j'ai l'impression que le Maroc a la main aujourd'hui. Complètement. C'est-à-dire que c'est le Maroc qui dicte si, en effet, vous venez, mais la condition et impose ces conditions. Et là, on voit un changement quand même radical où ce pays, aujourd'hui, s'est assumé en tant que puissance économique, politique, diplomatique, qui a un rôle à jouer et qui impose ses conditions à d'autres, comme la France. Et moi, j'y vois là, en fait, la sorte de... Voilà, la conclusion de, c'est de cela. C'est la plus grande des mutations. Et bien sûr, un autre irritant pour les Algériens, puisque l'irritant, ça ira... occidental est un irritant que, sur lequel les Algériens voilà, se reposaient, et puis dans le sens inverse. Voilà. Alors, on a qui nous entoure des... عام الاخوان كما شفتوا بان الاعلام الفرنسي يعترف بالقوه ديال المملكه المغربيه، بان الطريقه باش المغرب يعني استطاع ارداخ عده دول عظمى مثل المانيا فرنسا امريكا اسبانيا، الان انجلترا حتى يعني كتوجد الاعتراف ديالها، بان قالوا بان المغرب اصبح قوه اقتصاديه عظمى، وقالوا هذا الشيء هذا هو اللي كيخلينا الجزائريين يتفقسوا. الان دابا كلشي عاقبه، ماشي غير حنا كنقولوا الجزائريين يتفقسوا، الجنرالات حماقوا بان المغرب غادي في تقدم والناس
ان شاء الله غادي يطالب حتى بالملف ديال الصحراء الشرقيه، وفرنسا الان غادي نضغطوا عليها باش انها تعطينا الوثائق الرسميه ديال الصحراء الشرقيه، لان هي اللي عندها، لان فرنسا هي اللي دارت الحدود الوهميه ما بين المغرب والجزائر، ما عندنا اراضي ديالنا في الصحراء الشرقيه. الان غادي نطالبوا بها الجزائر، وفرنسا غادي تعطينا ديك الوثائق، وبالتالي الملف ديال الصحراء الغربيه المغربيه صافي راه سديناه، وغادي ندوزوا للصحراء الشرقيه المغربيه ان شاء الله. كما شفتوا الاعلام الفرنسي حتى الاسبان قال لك بان فين ما كتكون شي زياره ولا شي تقارب ما بين المغرب واسبانيا ولا المغرب وفرنسا، المغرب والدول الاوروبيه كيحقق انجازات قويه، لان المملكه المغربيه مملكه يعني لها اقتصاد، لها تاريخ، لها يعني كما كنقولوا قوه ديال بصح، ماشي كما كيقولوا هما القوه الضاربه ولا الهاربه، متفقين؟ فقالوا الجزائر الان علاش كتبكي؟ الاعلام ديالها كيبكي، وعلى الاقل غير خبيوا البكا ديالكم وحشموا سيروا سكتوا، كملوا مع البكا ديال الجزائريين، نشوفوا بعد الاعتراف يعني الفرنسي، نكملوا شوفوا هذا السيد هذا اش قال، حتى هو هذا مسؤول. بالسياده المغربيه المزعومه على الصحراء الغربيه، وهي الخطوه التي يمكن وصفها بعباره بسيطه، هبه من لا يملك لمن لا يستحق. تعبني الجزائر هذيك، انا الجزائر هذيك راه تعبني. عجب الله الا علام علام علام، الناس كاملين كيضحكوا، هذا الجزائريين العقلاء حتى هما كيضحكوا، يقول لك شنو هذا الشيء واقع؟ الجزائر حماق، واش دخلنا حنا في الصحراء المغربيه؟ خليهم بيناتهم الصحراء ديالها مرزقهم، حنا مالنا جالسين كنبكيو ومالنا جوج دولينا. حماق صافي. شوفوا الاخوان ردا على بعض الجزائريين ولا على بعض الانفصاليين اللي قال لك بان المغاربه فرحوا بالاستقبال ديال ماكرون وكذا، غادي نردوا عليهم نقول لهم شوفوا الاستقبال بالفيديوهات، ما نجوش كذبوا بلا 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 كما كيديروا شي وحدين، لا غادي نجيبوا فيديوهات كيفاش الشعب الجزائري استقبل ماكرون وكيفاش الشعب المغربي استقبل ماكرون. غادي نخليكم جوج الفيديوهات، الفيديو الاول غادي نخليه للجزائر والفيديو الثاني للمغرب، وشوفوا بان الجزائريين باسوا يد الرئيس الفرنسي وطالبوه بالفيزا وباسوا ليه راسه، وهو اللي قتل فيهم الملايين ديال الشهداء الجزائريين، في حين ان المغاربه ملي هبط كيسلم عليهم احترموه كرئيس جمهوريه سلموا عليه، ولكن كانوا كيهتفوا لجلاله الملك، عاش الملك عاش الملك، وما كانوش كيدويو على ماكرون. هنا كيبان بين الشعوب هذه ردا على بعض الجزائر اللي كيقول لك بان المغاربه هبطوا وكيستقبلوا في ماكرون وكذا. نعم دوله صديقه اعترفت لنا بوحدتنا الترابيه، غادي نقدم لها احسن استقبال، ونشوفوا الفرق ما بين كيفاش انتم الجزائر استقبلتهم وكما حنا استقبلنا. شوف هكذا استقبل الجزائريون رئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تدافع زغاريد مئات صور السيلفي، إلى أن الأصوات التي غلبت كل هذا نداءات الاستغاثة تلك التي كانت تستجدي بماكرون، نريد فيزا. هي صورة من مجتمعنا الذي يجمع بين المتناقضات، جيل يأبى النسيان ويصر على نظرته العدوانية تجاه فرنسا الاستعمارية، وفي نفس الوقت يحلم بالهجرة لفرنسا ويستجدي نزيل الإليزي دون خجل. شو كيفاش بست اليد هذيك السيده. واخا خليكم مع الفيديو الثاني ديال المغاربه كيفاش استقبلوا ماكرون، شفتوا هما كيفاش باسوه هو هذا، شوفوا حنا. نعم الخوت، ويزداد السعار ماشي غير في السياسيين، بل حتى واحد سولوه البارح قالوا ليه كيفاش بان لك الكره الذهبيه علاش ما خداهاش يعني اللاعب ديال ريال مدريد، علاش ريال مدريد قطعت الكره الذهبيه، فالجواب ديالو غادي يكون على المروك، حجاب المروك لهذا الشيء، الله اعلم. سمعوا، النظام المغربي اليوم يواجه اوضاع داخليه تنبي بانفجار الوضع بسبب احتلاله للصحراء الغربيه، وفرنسا ايضا توازي انكسار وتردي فوضاعها الداخليه والخارجيه، وهو الغريق يستنجد بالغريق. غادي نربحوا تهبلونا، حاولوا تخرجونا من عقولنا. يعني تخيل الشهداء هذول كانوا ينوضوا ويلقونا باللي درنا اتفاقيه مع فرنسا، نعطوا لها ثروات البلد مجانا، يلعنونا. هو المسلسل ديال الضحك مع خوتنا الجزائريين بسبب الفقصة والسعار الذي اصاب اعلامهم وجنرالاتهم،
يعني في التقدم اللي كيحقه المغرب في جميع المجالات، وفين ما كيكون الفرح للاسف ما عرفتش علاش، فين حنا ما كنكونوا ناشطين وفرحانين، سواء كنا مع المنتخب المغربي، سواء فاش خدينا التنظيم ديال كاس العالم 2030، سواء في الاعتراف ديال بيدرو سانشيا ولا ديال امريكا بمغربيه الصحراء ولا ديال فرنسا ولا ديال المانيا، فين ما كنكونوا حنا محتفلين وفرحانين برايتنا وبلادنا، ولا حق لنا ذلك لان نحن اصحاب الارض، وما كينوضوا يبكيو تما، وهذا هو الزمان الغريب ما فهمتش. هذا موضوع داخلي ارضنا كنتكلموا عليها، عندنا علاقات، عندنا اصدقاء ديالنا دول كيحترمونا، ما فهمتش نتوما اش دخل حماركم للسوق الفرنسا، اش دخلكم ما فهمتش انايا، نتوما راكم نتوما ديوها في جمهوريه القبائل وديوها في داكشي، اش دخلكم في الصحراء المغربيه. نعم يقدر دابا تقولوا بان المغرب صافي سد الملف ديال الصحراء الغربيه المغربيه، الان غادي يدوز لنا للصحراء الشرقيه المغربيه، هذه ممكن بان داكشي علاش نتوما ما باغيينش باش اننا نسدوا هذا الملف هذا باش نحلوا معكم الملف الثاني اللي هو الصحراء الشرقيه المغربيه، وهذا هو ان شاء الله اللي غادي نبداو نتكلموا عليه من هنا لقدام، ماشي الصحراء الغربيه المغربيه بل الصحراء الشرقيه المغربيه. وفرنسا مستعده، وشفتوا الرئيس ماكرون قالها، قال لك الان حنا دعمنا المغرب واعترفنا ليه بالحقيقه ديالو، ماشي عطيناش حاجه مش ديالو، لا اعترفنا ليه بحقيقه تاريخيه، يعني فرنسا هي اللي عارفه التاريخ، وهي اللي كانت مستعمره الجزائر 132 سنه، وهي اللي عارفه الحدود ديال الجزائر فين كاينه والحدود ديال المغرب فين كاينه. الان المغرب غادي يضغط على فرنسا باش انها تعطينا الوثائق الدلائل اللي مخبيه فرنسا في الارشيف ديالها على ان الاراضي المغربيه تمتد الى الصحراء الشرقيه اللي ان شاء الله سنعيدها مره اخرى، ولا يعني ولا عزاء للحاقدين والانفصاليين. وكنقول خوتنا المغاربه المغربين في المخيمات ديال تندوف في هذا الفصل ديال الشتاء، وفي هذا البرد، وفي هذا الشتاء، وفي هذا العجاج، وفي هذا الرياح، عودوا الى رشدكم وعودوا الى وطنكم، راه النظام الجزائري غرق، وراكم غادي تبقاو تما حياتكم كامله في داك الصحراء يعني تالفين. اللهم رجعوا لبلادكم، هذا نداء، رجعوا لبلادكم، رجعوا لبلادكم، ان الوطن غفور رحيم. اما المرتزقه اللي جاوا مالي واللي جايبين من الجزائر وجايبين من عده دول من السودان من هذا، جابوهم وراهم جالسين معكم في تندوف، هذوك لا مرحبا بهم، ما يدخلوش عندنا، ماشي مرحبا بهم وغير مرحب بهم، مرحبا بكل مغربي شريف نزيه مغرر به داخل المخيمات. وكنعرفوا بان كاين المغاربه شرفاء وغير بانهم محتجزين، احتجزين مشادين بزز، يفتحوا لهم الحدود والله لقى شي واحد في داك الصحراء، يعني في داك الصحراء القاحله في داك تندوف، كاملين غادي يرجعوا لارض وطنهم. المغاربه ما كاين واحد الالاف ديال المرتزقه جايين من دول اخرى، عطاتهم الجزائر باش يجلسوا تما باش تبين بان مكتار. ملف ديال الصحراء الغربيه المغربيه تسد، وملف الصحراء الشرقيه المغربيه غادي تحل ان شاء الله. الخوت اليوم مباشر يعني غادي يكون توب مفرقع مع محلل سياسي، غادي نستضيفوه اليوم في القناه مع 10 مساء، فكونوا في الموعد باش غادي نناقشوا هذا الملف هذا، فكونوا في الموعد. اذا الى ذاك الحين استودعكم الله، الى اللقاء، لايكات ديالكم والبارطاج على وسع نطاق، الى اللقاء.